بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى عند قوله فإن قلت. إذا كان مراد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ومن ذكر معه ما تأولت عنهم، يعني الذي ذكره من التأويل الذي ينبغي حمل اللفظ عليه في قوله إيه؟ عليكم بدين الايه، عليكم بدين الايه العجائب. قلنا انه المعنى الصحيح الذي ينبغي فهم اللفظ عليه هو ايه؟ ما استقر عند اهل العلم حتى وصل أمره إلى إلى العجائب، فصار من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا هو المعنى الصحيح الذي ينبغي حمل قول أو ما ورد عن السلف من قولهم عليكم بدين العجائب. ليه؟ لأن مراد في صفحة 51، لأن مراد هذا القائل الأمر بالتمسك بما اجتمع عليه السلف من الصحابة والتابعين حتى وصل علمه إلى من ليس أهلا للنظر كالعجائز والصبيان في الكتاب والأعراب أهل البيت البدر، وترك ما أحدثته المبتدعة من القدرية والبرجية والجبرية والروافض وغيرهم ممن لا وجود لهم في أعصار السلف الصالح خاصهم وعامهم. وذكر أمثلة ذلك على الاستيفاء يقول: رجع هنا وقال إيه؟ فإن قلت إذا كان مراد أن هذا القول ورد مثله عن مين؟ عن عمر بن عبد العزيز. في النص اللي هو ورد عن سيدنا عمر صفحة كام؟ بصفحة 52، ويدل طبعا على هذا التأويل الذي ذكرناه اتيان عمر بن عبد العزيز بمثل هذا جوابا للسائل عن الأهواء، فكأنه قال له عليك في الدين بما كان عليه السلف الصالح وتلقاه منهم الخلف، ودع ما يناقض ذلك مما أحدثه المبتدع. فهنا يبدأ بسؤال: هل هذا اللي انت تأولت أو فهمت به اللفظ، هل هذا هو مراد عمر بن عبد العزيز؟ يعني عليكم بدين العجائز اللي هو ما وصل علمه أو ما كان مشهورا حتى وصل الى
إلى العجائز والصبيان، يعني علم انتشر ووصل إلى إيه؟ إلى الأطفال والكتاب أو إلى الإيه؟ العجائز وإلى الأعراب وإلى البدن وغير ذلك. هل هذا هو مراد سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ ها؟ ما هي الإجابة؟ لعن الله البعد. ها السؤال ما هو؟ ها؟ هل اللي احنا شرحنا بينا هل هو ده مراد عمر ولا انت بتحمل اللفظ ما لا يحتمل؟ هل ده مراد عمر؟ جاوب. ها؟ ها؟ مراد ولا مكلم الحجارة ولا مكلم الأرض ولا مكلم، هل ده مراد عمر ولا مش مراد عمر؟ ليس مراد. ها؟ ليس مراد. ليس مراده؟ يبقى رجل الشيخ كذاب. إذا كان هو بيقول عمر أراد كذا أو تفسير القول هو كذا، يعني كأنه يقول أنتم فاهمين كلام عمر خطأ وإنما فهم الصحيح هو كذا وكذا اللي هو قرره، فكيف تقول ليس مراده؟ هل أنت فهمت السؤال؟ كيف تكون الإجابة كذلك؟ ليس مراده بحق الله. هل الكلام ده اللي شرح به هو مراد سيدنا عمر ولا ليس مراده؟ أنا عاوز كلمة واحدة، هو مراده ولا ليس مراده؟ يعني بلاش الجهل ده. ها؟ هو مراده، أمال هو بيفسر ليه؟ يعني هو بيقول لك هذا هو مراد عمر، يعني عمر أراد كذا وأنتم حملتموه على كذا، زي الآية التي كان إيه يتمسك بها كثير من الناس، يقول لك إيه لا شأن لك بالناس، ويروح يقول لك إيه عليكم أنفسكم لا يضركم من إيه. فسيدنا أبو بكر نفسه قال إني سمعت هذه الآية من رسول الله وإن الناس يؤولونها خلاف تأويلها، يعني الناس يستدلوا بها على ترك الإيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك المنكر ترك الامر بالمعروف، يعني ما تيجي تقول للناس استقيموا يعني لا تعصوا الله يقول لك مانيش دخل، ويجيب الايه ان ربنا قال عليكم ان كل واحد ايه يلزم نفسه، شفت واحد بيسكر باذن بيقتل مالكش دعوه، عليكم ايه انفسكم لا يضركم من ضل ايه. وقال إن الناس يقرؤون هذه الآية ويفهمونها على خلاف فهمها، يعني يفسرونها على خلاف التفسير الصحيح، اللي قال كده سيدنا أبو بكر، قال إنه لا يمكن أن نكون من المهتدين إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، شوف كده القيد، يبقى إذا قصرنا في واجبنا في الأمر بالمعروف والنهي يبقى إحنا ضالين، فيضرنا ضلال غيرنا وإحنا نتحمل، إنما متى لا يضركنا إذا قمنا بواجبنا، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ فهمت ولا لسه؟ يبقى هو ده مراد عمر، صح ولا غلط؟ هل فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب إذا كان ده مراد عمر ما كان قاله صراحة، يقول لك فما بال اللفظ عدل به عن صريح المراد، ما كان صرح في مراده بدلا ما يجيب لفظ يحتاج إلى إيه؟ إلى تأويل. يبقى إذن يريد أن يقول لنا الشيخ أنه مراد عمر بن عبد العزيز بهذا القول هو كذا اللي ذكره، لما يسألك تقول لا ليس مراده،
لما الشيخ بيفتري يعني عاوز اقول لك ما هو المراد ب عليكم بدين العجائز والصبيان، يعني خليك على عقيدة العواجيز والصبيان الاطفال وخليك على ايه عقيدة الاعراب اللي هم لا يعرفوا ايه فلسفة ولا منطق ولا علم البيان ولا اصول فقه، خليك مع دول ايه. هل سيدنا عمر بيقول لك كده خليك مع العوام او مع الغوغاء؟ ولا يريد ان يقول لك العقائد الصافية الصحيحة اللي كان عليها السلف انتشرت ووصل علمها لهؤلاء، فأصبح الأعراب في زمن السلف والأطفال والبدو علماء بالحجر، فخليك على كده. إذن أولنا اللفظ لأن ظاهره لا يحتمل هذا الايه المعنى. يعني عمر بن عبد العزيز عاوز يقول عليكم بدين الصحابة والسلف الصالح، ده اللي عاوز يقول، مش عليكم بدين الجهلة والعوام والأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر، والصبي اللي في الكتاب اللي ما يعرفش الألف من كود الزرع. هل يريد الخليفة يقول لك الكلام ده؟ لا، إنما يريد إيه؟ يريد ما تم توضيحه. يبقى ده كان الأمر كذلك. ليه من الأول ما ريحناش وقال عليكم بدين الإيه؟ السلف والصحابة، وكان ذكر المعنى المراد مباشرة صريحة. واضح كده ولا مش واضح؟ إلى أن قال عليكم بدين العجائز وعليك بدين الصبي إلى آخره. قلت ده الجواب، ده الرد على إيه؟ على الاعتراض اللي إيه؟ الذي تقدم. قلت سبب ذلك والله أعلم. الشيخ بيحتار، يعني بيقول لك أنا هجتهد وهقول لكم السبب واترك إيه؟ علم الحقائق إلى مين؟ إلى الله عز وجل. فسبب ذلك والله تعالى أعلم أن تلك المقالات صدرت منهم في زمان هيجان البدع. يقول ذلك سماها بدع، يعني التجسيم والتجسيم والانحراف عن العقائد الصحيحة، ده ظهر عندما ظهرت الفرق والأهواء. يعني الآن اللي بيثار ويعاد ويقال للناس انه ده أهل السنة والجماعة ودل عليه السلف الصالح، ده كذب. ده هي نفسها البدع اللي هاجت فيه في زمن الصحابة وأخمدوها بفضل الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك سؤال الرجل عمر ابن عبد العزيز عن الأهواء. يعني بيقول لك في حاجة انت ما خدتش لبالك منها، انه كان الرد ده في سياق الايه السؤال. الرجل سأله عن الأهواء وقال له عليك بدين العجائز، يعني الفتنة اللي حصلت في الشباب دولة والفرق دي والتيارات المعاصرة دي، الناس الكبار في السن ناس راسين وناس عقلاء لم يفتنوا، والناس اللي في الكتاب بيحفظوا القرآن، والستات العجوزة اللي في البيت دي لم تتأثر بالتيارات دي. يعني مثلا نلقى معظم الشباب اللي هم يدخلوا في الفكر السلفي وفي الإخوان ومش عارف ايه، الناس الكبيرة اللي قاعدة ست البيت دي تعرف تغسل المواعين وتطبخ، ملاش دخل ليه بالدوشة دي، مالها ومال الجماعة دول، ملاش دخل لا بتشبيه ولا بتجسيم. وكذلك الناس الأعراب اللي قاعدين بعيد عن الانترنت وبعيد عن التلفزيون قاعدين على الصفاء. هذا هو مراد الايه سيدنا عمر بالجواب، لأن الرجل سأله عن الايه الأهواء والعجائز لم يتأثروا بهذه الفتن وهذه الأهواء. ده الجواب اللي أراده سيدنا عمر، مش عليك بدين العجائز، يعني خليك مع الحريم اللي ما تعرفش حاجة ولا تفقه حاجة في الدين خالص ولا تعرفش تقرأ الفاتحة. هل ده هو الذي أراده عمر؟ لا. ويدل على ذلك سؤال الرجل عمر بن عبد العزيز عن الأهواء، وكان الزمن إذ ذاك لم يخلو عن بقية السلف الصالح المعتنين بالدين.
وبتعليمه للأهل والولد والأمة والعبد، حتى كان الجميع يعرفون ما يخصهم في دينهم في أكمل معرفة امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان أمر بوقاية نفسه وأهله من الهلاك الأخروي من دخول النار. طبعا الانحراف في العقائد أو البدع الاعتقادية الشنيعة ممكن تكون سبب لدخول النار وربما للخلود فيها. وليت أكابر علماء زماننا كانوا، ده بيقول يا ريت، شوف الشيخ، يا ليت أكابر، مش الناس العلماء اللي على قدهم اللي هم أي كلام زينا كده، لا، بيقول وليت أكابر علمائنا علماء زماننا كانوا في معرفة السنن مثل إماء السلف أو نسائهم أو صبيانهم. بيقول أعلم واحد فينا أكبر عنا ما كانش تعرف زي أمة من إيه، من إماء السلف، أو زي عيل صبي صغير أيام الإمام مالك، أو زي خادم مع الإمام الشافعي. يعني جبت واحد معهم 50 بالتراب، مش حيطلعوا زي واحد كان يخدم نعل الشافعي أو مالك أو واحد من دول وكان علم. فبيقول وليت أكابر، مش الناس العاديين، علماء زماننا كانوا في معرفة السنن مثل إماء السلف الصالح أو نسائهم أو صبيانهم. أمال العلماء مفتوحهم كانوا إيه؟ إذا كان الإماء والعبيد والصبيان كانوا كذا، أمال الناس الكبار زي ابن عباس وزي سيدنا علي بن أبي طالب وزي الأئمة الأربعة كانوا إيه؟ إذا كان الخدم والعبيد والصبيان والأطفال أعلم من الكبار اللي عندنا، ما أي واحد دلوقتي معاه دكتوراه ما يعرفش غير في الكلمتين اللي كتبهم، حتى الكلمتين اللي كتبهم ما يعرفهمش، ما جيلهم من حد ثاني ولا يفقه شيء في أي علم آخر. يبقى إذن دول كانوا موسوعات، بسم الله ما شاء الله. فلما هاجت البدع وخيف على من هو ضعيف النظر أن يخرج إلى شيء منها، قيل له: عليك بدين العجائز والصبيان، لأنهم إنما اكتسبوه من تربية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والابتداء من قبلهم مأمون. وتكره من قبلهم، من إيه؟ من قبلهم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالإيه؟ بالخاطئة. وأهل البدع لا يقصدونهم بالمخالطة، يعني الجماعة اللي هم بتوع الإعلام وبتوع الفتنة ما يدوروش على الناس العواجيز والناس، يدوروا على العيال على الشباب يضحكوا عليهم بالفلوس ومش عارف. طب نفس المعنى يا شيخنا نسحبها لمقولة الإمام الرازي: ليتني على دين الحق. وهو نفس العبارة، قال الرازي، قال فلان، قال الجن، قال الإنس، هي نفس المعنى اللي أرادوه بها، مش المعنى اللي بيقوله الجماعة السلفية الآن: عليكم بدين العجائز، يعني اترك علم الكلام وسيبك من الأشعر وسيبك من الرازي وسيبك من الجماعة الهمج دول، خليك مع الجهل، يريدون أن يقولوا لك ذلك. وانت طبعا لما تسمع المقولة دي عن السلف تفرح به، تتهالك من ذا القرآن ويضحك عليك، فلازم تكون صاحي ومنتبه. شوف كده معنى الكلمة، فهمته ولا لسه؟ وانا شفت كمان، مش اني شفت، أساتذة كبار في كلات بيقولوها، قالوا تيجي تتكلم في التوحيد اسكت يا شيخ، قلنا مع دين العوام، مع دين العجائز. ده العجائز ما يعرفوش حاجه، العجائز مشركين في ايامنا دي، ما عندهمش توحيد، ما فاهمينش التوحيد صح. انا شفت ما قال لك الشيخ السنوسي، الواحده بتقول له قبلها ايه، لما بتقول له ايه، قال شفت بنفسي، قريناها المره اللي فاتت، كم صفحه، كم يا شيخ؟
56 في ايه؟ فيها ايه 56؟ في كلام قال الشيخ السنوسي قال ها؟ لا هنا موجود بتقول لها واحدة عجوز بتقول للتانية بتقول لها يا ستي ربنا يوفقك، قلت لها يوفقني إذا وفقه الله الذي خلقه جوال و اشتبهت يعني بشرح منها وبشرح منها. وواحدة تانية بيقول لها ربنا هيخلص لي حقي، يعني في واحدة ظلمتها بيقول لها خلف عليها الفلوس بالدلة دي، قلت لها ربنا قلت لها يعني ما خلص لكيش في 100 رب تاني غيره يخلص ايه؟ اه ده دين العالم ده، احنا عاوزين نكفر يعني؟ يعني الجماعة السلفية عايزينكم تكفروا معناها كده عليكم، ومش هو ده الفهم الصحيح للمقولة اللي وردت عن السلف خلاص. وذلك هنا بيقول ايه ها كنا فين يا شيخ؟ مين اللي هيجرى معانا ها؟ فلما هاجت البدع، اقرأ. فلما هاجت البدع ما فيش حد يعرف يقرا في الواحد، اقول انا مت او الرجل اللي كان بيقرا معي مات، ما فيش حد يعرف يفهم. اقرا يا شيخ خلاص، ما قلنا للشيخ يقرا، معانا الناس اللي مسافتين معانا مش اللي يقرا، الناس اللي هم اللي هم يعني جاءوا من البدو، اللي جاي مع اللي قاعد معانا من زمان هو ده اللي ليه اولاده، مش اي واحد. فانا بوبخ ناس معينين لكنهم في غفله. فلما هادت البدع والبخيل على من هو ضعيف النظر ايوه ان يخرج الى شيء منها، منها يعني من البدع، قيل له عليك بدين العجائب والصبيان لانهم انما اكتسبوه من تربيه، يعني العجائب والصبيان اللي كانوا بقى في ايام السلف كانوا علماء واعلم من الكبار الائمه. ليه؟ لأنهم اكتسبوا هذا بالمعاشرة ومخالطة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، دول كانوا فاهمين، مش العجائز والعيال والبدو اللي في زماننا، دول لو طبقت عليهم قاعدة تلقاهم كفار، يعني لو حققت مش هتلقاهم مسلمين يعني، بس بنحسن الظن بهم عشان ما يحبش نكفر حد، لكن لو خدتهم بالميزان الحقيقي يروح داهية. أقل شك إيه؟ خلوا واحد فيهم إيه؟ ينسى الدين وينسى العقائد وغيره. خلاص كده؟ لأنهم إنما اكتسبوه، إنما العجائز والصبيان من مين؟ من تربية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والابتداع من قبلهم مأمون، وأهل البدع لا يقصدونهم بالمخالطة، ما يقصدوا مين؟ الشباب. فأمنوا من التلوث بأقدار البدع على أقائدهم التي أتقنوها بما يحتاج إليه من البراهين على حسب ما أخذوه من السلف الصالح وفهموه من الكتاب والسنة. يعني أيام الشيخ الباجوري زمان كان يعلم التوحيد، كان هو شيخ الأزهر، كان ما فيش مواصلات تكساس، وكانت العربيات الكر دي والتركب بالنخر يجي من المنيا ومن المنيا للروضة، يجوا لحد الأزهر بالعربيات السوائب اللي يجرها حمرين. فالحمرين دول كانوا علماء، كان أي في زمنه، وكان ما فيش لا تلفزيون ولا انترنت ولا موبايل، معهمش غير ايه؟ أقسام وحكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم حافظين. الشيخ بيقرا الدرس وهو جاي في الطريق وراكب على العربية، فهو بيكرر، هم يسمعوا منه زي كأنك مشغل راديو، فايش في حتى راديو؟ مع كثرة السماع حفظوا الايه؟ الخريدة، حفظوا الجوهر. وكانوا بتوع الحمير دول العربية كانوا علماء، بل كانوا أعلم منك، لو كانوا موجودين دلوقتي كانوا بهدلوا. دول المراد بيهم، مش المراد بيهم العربية بتوع نحن، لا.
هي بتوع نحن دول يعني ما يعتبروش حتى اهل الكتاب. اول حاجه لما تديله الفلوس الاكثر بيسيب لك الدين على طول. قلت له تتابع الدين ده؟ وفهموه من الكتاب والسنه. يعني اتقنوها بما يحتاج اليه من البراهين على حسب ما اخذوه من السلف الصالح وفهموه من الكتاب والسنه لسهوله ذلك عليهم. يعني كانت الالفاظ سهله عليهم، ما كانش عندهم انجليزي ولا فرنساوي ولا اذ هم عرب لم تستولي على السنتهم العجمه، كانوا عارفين الحقيقه والمجاز والكنايه من غير ما يحفظوا ايه كتاب الجرجاني ولا عبد القاهر ولا حاجه خالص، بايه بعربيتهم وصفائهم. ولا صعد على قلوبهم ران الجمود ولا ظلمه الغباوه اللي موجوده في عصرنا هذه التي لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. فالغباء اللي احنا عندنا ده غباء مشلتت، كان زمان يقول لك طبقات، لو وزع على اهل الارض لوسعتهم. غباء مستحكم عجيب. ليه؟ ما لازموش علم وعجب، ما يفهموش. ايام الصحابه وعند التابعين كانوا الجماعه على القدم، انس بن مالك كان ياخذ من قدمه النبي عشره. ده معدود من ايه؟ من كبار الصحابه انس بن مالك، مع انه كان شغله ايه؟ خادم لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال انت خليك مثلا خادم عند شيخ الاسلام، هتعرف ايه؟ ولا حد يعني لو قاعد تتكلم في الفلسفه مش هتعرف، تقعد 20 سنه معاه ما تعرفش ولا حاجه. كان هم يلتقط ويفهم ويتعلم، كان مش هو قصده الخدمه، قصده انه يتعلم ويستفيد. فكان علماء، حتى في الحديث يقول لك فلان مولى خادم، مولى يعني خادم، مولى ابن عباس، مولى ابن عمر، مواليهم وامائهم كانوا علماء. فتلقى واحد مثلا شغال معايا ليل نهار وما يعرفش انا حتى شغال ايه. والله يلا. فعقائدهم اسلم شيء واحسن. اسلم لانها بعيد، ما تاثرش من ايه نقل الامام البياضي عباره في كتاب اشارات المرام عن من عبارات الامام، يقصد الامام ابو حنيفه، بيقول ايه؟ ليه تكلموا في العلوم دي او في الكلام وفي الفرق وفي هذه الامور لعقائد الاهواء ولم يتكلم فيها السلف؟ يعني ايام الصحابه والتابعين ما كانش ظهر في ايه؟ فلماذا لما جو المتاخرون دخلوا في ايه؟ في المباحث الكلاميه، مع انه الصحابه ما دخلوش فيها. فقال ايه الامام؟ قال ان مثلنا ومثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم. يعني قال في ايام السلف ما كانش حد يهجم الهجمه الشرسه ويطعن في الدين ويشكك في العقائد ويجيب شبهات. كانوا ناس معهمش غير القران والسنه. ليس بحضرتهم من يقاتلهم. أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن ويشكك في ديننا ويأتي بالشبهات، فلا يمكن أن يسعنا ما وسعهم. إذا أصبح لزاما على العلماء والأئمة أن يتصدوا للرد على هذه الشبهات. طب ليه السلف ما ردوش؟ قال لك يا أخي هي أصلا أيام السلف ما لسه ما كانش فيه، كان الجو نقي جميل، كان الهواء زي الماء. زمان كان نهر النيل لو شربت منه تكتسب قوة كده يعني روحية، قوة بدنية. انما الان لو شربت منه جيلك بالهرسة، جيلك اسمها ده فشل كلوي. ليه؟ زمان ما كانش حد يرمي زبالة ولا كان فيه مجاري، كان ماء جميل زي الجنة على طول، ماء يعني زي ايه؟ غير آسن. هذا هو اللي كان موجود، اما الان تلوث.
الفكر بيجي زي الماء، بيجي زي الطعام، كل حاجة بيجت فيها ايه؟ التلوث. واعظم حاجة دخلها التلوث الايه؟ الفكر. ولذلك بيقول ايه؟ احنا مثلنا ومثلهم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون حمل السلاح، يجيب آل بيت ويجيب حراسة آل بيت ويجيب، ما فيش حد. أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن إيه علينا ويشكك في إيه؟ في عقائدنا، هل نسكت؟ ما ينفعش. يبقى إذن الجو أو البيئة اختلف. كان العيال والصبيان حافظين ألفيت ابن مالك وحافظين مش عارف ايه وحافظين ايه، وكانت الألسنة سليمة لم يختلوا بالأعاجم، كان لسان العربي صافي نقي. المرأة الأعرابية كانت يعني يأخذ كلامها علماء اللغة ياخذوه شاهد، يعني ده اللي كان كده. فما يقال الآن ويكرر ان احنا نرجع للمقولة دي خطر. وحتى يقول لك يا أخي الرازي قالها، الأشعري قالها، الغزالي قالها، الجويني قالها، يعني عاوز يقول لك كل العقائد الأشعرية دي باطلة بدليل انه أصحابها الكبار بيرجعوا عنها في الآخر. والله ما حصل، ولم يحدث. انت فاهم كلامهم؟ ها يا زي على يقول الدولة زي كانوا أئمة الضلالة، فأنت توب إلى الله ما تعملش زيهم لحد ما تيجي تموت، حتى إذا حضر قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم إيه؟ توب بسرعة قبل إيه ما يحصل لك زي ما حصل لهم. قل له لا، عمره ما هيحصل لنا سوء ولا حاجة باتباعنا لهؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم. قل إذ هم عرب لم تستولي على ألسنتهم العجمة ولا صعد على قلوبهم ران الجمود، عرف ران الجمود، ولا ظلمة الغباوة، الغباوة المستحكمة اللي احنا ايه عايشين فيها. فعقائدهم أسلم شيء وإيه وأحسن. فهذا فلهذا أمر ضعيف النظر أن ينتمي إلى حرز دينهم المأمون. المأمون يعني صفة للحرز، يعني الحرز المأمون لعدم المخالطة لأهل البدع. يعني مثلا الجو عندنا دلوقتي بيجي إيه؟ جو إيه؟ ملوث. والله أنا كنت زمان كنت لسه زيك وكده أروح على تاكسي، زمان كان تاكسي كان بنص جنيه، كانت مرة ركبت تاكسي رحت لحد مصر الجديدة 80 قرش. ده له جنيه داني الباقي. طب لو رحت انت مصر الجديدة كانش يمكن زمان ما كانش في مصر، كان يمكن آخر حاجة إيه؟ العباسية وبعد كده مصر، فيش حاجة، فيش كان مدينة نصر حتى بس. خد 80 قرش. دلوقتي أول ما بقول كنت مرة جيت واحد بقول له تاكسي جرح فين؟ بقول له سيدنا الحسين، والله ما رضي أخطبه، قال لي دع أدعي له بس. دلوقتي من كم سنة بقول له واحد سيدنا الحسين، قال أعوذ بالله شركة. شوف الثقافة تغيرت، كان رايح عنده هبل أو عنده العزة أو رايح. أول ما سمع قال ليه كده يا شيخ؟ قلت له أنا مش رايح المندى، أنا ساكن هناك. قال لا خلاص، قال يكون في عونك، ساكن في دار الندوة. يلا قول يلا. شوف الثقافة اختلفت. أول كان تبرك، يعني حس إن أنا وجودي معاه بركة فما رضيش ياخذ. دلوقتي يقول لك ما تقول سيدنا الحسين، سيدك ربني. واحد راح مكتب في جامع عند جامع الفتح في رمسيس، رجل من الصعيد على نياته، نقول له معاوز كتاب الطبقات، قال لي مين؟ قال لي سيد الشعراني. حد ما يعرفش سيد الشعراني؟ قال ما عندناش، يعني المكتبة وهابية كلها ما عندناش. قال طب عاوز كتاب الإبريز، قال لي مين؟ قال بتاع سيدي عبد العزيز، قال ما عندناش. المرة الثالثة عاوز كتاب مش عارف سيدي مين، قال له كمان يا شيخ حرام اتحملهم سيدك ربنا. قال لهم طب هاتوا لي كده آية كده في القرآن ولا حديث ربنا بيقول أنا سيدكم. منين جبتوا الكلام؟
قال احنا ما لناش غير سيد واحد. قالوا مين؟ قال هو رسول الله. رجل عام قال هو ده سيد، انما الله ربنا. عندكم نص ان الله سيدنا؟ يلا. فلهذا تلوث في الفكر، تلوث. وانا لما اقول مثلا ده في مسند الامام احمد، قال الصحابي قال يا سيدي، يعني خاطب وصالحة الرقي في حديث الرقي في المسلم، يا سيدي يخاطب النبي. والقرآن أثبت السيادة حتى للكافر، وقال فيا سيدها نزل به. قالوا ربنا إنا أطعنا ساد، فسماه القرآن سادة وكبرى، ما هو في الخير في سادة وفي الشر في سادة. في الخير ربنا قال على سيدنا يحيى وسيدا، سيدا أو زنية ثانية. والنبي قال أنا سيد ولد آدم، يقول لك أصله قال لا ما قالش كده، ما حصلش. وحتى ده خطأ في اللغة، ما ينفعش أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لأن ده خطأ وهو أفصح الناس. فإحنا عندنا ثقافة فكرية منحرفة بسبب إيه؟ الوباء، التلوث، الهواء نفسه ريحته كده فيها يعني جفاء، فيها فيش كده الروح، كانت روح الأخوة، روح الإيمان، روح التقوى، الروح الموجودة روح التكفير والتضليل والتخوين والتبديع والتفسيق، هذا اللي موجود. يلا مرة بقول لواحد يا أخي طب أنتم بتتهمونا بالشرك والكفار والكفر ومش عارف ايه، ما هو اسرائيل ده علنا اليهود دول يعني اعدائنا كده صراحه من غير ما عندوش حاجه، اشد الناس عداوه. بدل ما تقاتل وتفجر وتعمل في الاطفال المسلمين ما تروح اسرائيل. قال لا ليه يا ربنا؟ قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار القريب منك، سيبك من الثاني، وليجدوا فيكم غلظة. شوف ويطبق ايه، شوف وصل الفهم ليه انه يقتل اهل الاسلام وسيد اسرائيل. يقول لك لا مش دخل اسرائيل ده في حماية امريكا، اما خليك مع مين؟ مع الضعفاء المتوسلين اللي هم الصوفية العباد، هم دول اللي ايه تقاتلهم، الذين يلونكم ابدأ بهم. قول يعني خذ الايه الاولى في الاولى، القريب في القريب، بالتدرج كده. يلا. فلهذا امر ضعيف النظر ان ينتمي الى حفظ دينهم المامون لعدم المخالطه لاهل البدع ولوقوف ائمه زمانهم المتسعين في الانظار ولهم قوه العظمى في الذهن واللسان رضي الله عنهم أمام هز دينهم يدفعون عنه كل مبتدع وضال، وتحملوا في ذلك رضي الله عنهم من مشاق النظر والإذاية في الأنفس والمال ما يعظم الله به أجورهم. يعني تحملوا المشاق في إيه؟ ها؟ في الدفاع عن الدين، وأوذوا في أنفسهم وأموالهم. إنما الآن الجماعة دول إيه اللي تحملوا؟ في كله خدوا شهر حبس، ده المؤهل بتاعه اللي صيروا من العلماء انه كان في السجن. كل ما يكون سجن مدة أطول كل ما يكون ايه له في يعني في الرسوخ العلمي، يعني المؤهل عنده انه اتحبس بس، انما قد ايه اتعلم ايه ما فيش. ولو قيل لضعيف النظر الذي حيرته الأهواء، الذي حيرته الأهواء عليك بما عليه الصحابة رضي الله عنهم لكان إحالة على جهالة. شوف خد بالك، يعني أنا عاوز أحيلك على حاجة واضحة، إذ كل من أهل البدع يدعي أن ما ينتحله هو مذهب الصحابة، فكان من الحزم والصواب ما أمر به علماء السلف من الانتماء إلى الحرز، أو ما أمر به علماء السلف من الانتماء إلى الحرز المأمون
الذي وقفت أبطال العلماء لمناضلة أعداء الدين أمامه، والضعيف إذا لم يدخل الحرز ووقف موقف الأبطال خيف عليه أن يهلكه العدو لضعفه. ولهذا أيضا مال الفخر، لسه هروح عند ليه الفخر. هات يا ابن الحاشية يلا. قوله ايه؟ احنا وصلنا عند ايه؟ فين واقفين عليه؟ قول فين في الحاشية تحت؟ قوله ها؟ قوله ايه؟ يا ابني اول كلمة في الحاشية بعد فين قلت ولا ايه؟ ها؟ الفقرين الاخيرين. اه. قوله ايه؟ فين قلت اذا ذكر مراد عمر ومن ذكر ما تأولت، اول حاجة تأولت. خلاص كده؟ قوله ما تأولت، اول كلمة. ما تدور على ابرة في قومه، ما هي قدامك؟ ها؟ قوله ما تأولت عنهم فيه أنه حيث كان ما قاله الشارح تأويلا أي صرفا للفظ عن ظاهره، فليكن المتبادل من عباراتهم طلب التقليد، وحينئذ فلا يظهر ما قاله سابقا من اعتراضه الألب ذكري من أن ما استدل به حجة عليه لا له، لأن التأويل لا يكون حجة على الغير وإن سقط به الاستدلال. فكلام الشارح هنا يناقض كلامه السابق، وقوله ما تأولت بفتح التاء أي من أن المراد طلب الدين الخالص. يعني هو بيعترض على العبارة بتاعت المصنف الحشي، يقول لك الكلام اللي قال ده ما يناسبش ليه؟ لأن التأويل يقول لك ما تأولت، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، مش كده؟ يبقى معناها كأنه طلب التقليد، قبل كده دم ايه؟ المقلد. واضح ولا مش واضح؟ واضح العبارة؟ يعني هو بينقض كلام الشيخ، يقول ده مش مناسب، يقول يعني بيناقض كلامه، لأنه هو إيه ما طلب التقليد وإنما طلب الإيه الدين الخالص. يعني يريد أن يقول إنه الشيخ المفروض يسبك العبارة غير كده. هم الشيخ بيرد عليهم. يلا. قوله وذلك أي صريح المراد. قوله مثلا راجع لقوله أي يقال. قوله والسلف الصالح عطف عام. عطف عام على ايه؟ يقول لك الصحابة والسلف الصالح. يبقى الصحابة ايضا من السلف الصالح، ولكن السلف الصالح اعم من الصحابة، فيشمل الصحابة والتابعين وتابعين. يعني مين هم السلف؟ مين يا شيخ السلف؟ السلف الثلاث قرون. ما دامت الثلاث قرون او الخمس قرون يعني دخل الصحابة ودخل التابعين ودخل مين؟ التابعين. يبقى معنى كده الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد دول من السلف، وسفيان الثوري اللي كانوا في الإيه؟ هو لما يقول لك اتباع السلف واجب ويجي يقول لك ما تتبعش الأئمة الأربعة، يبقى ده تناقض، لأنه كأنه قال لك اتباع السلف واجب والخروج عليهم واجب، هذا تناقض. قوله إلى أن قال متعلق بعدل. إيه؟ لماذا إيه؟ ها؟ بقول لك فما بال اللفظ عدل به، أي عدل إلى قوله عليكم، بدل ما يقول عليكم بدين الصحابة راح قال بدين ليه؟ العجائب. قوله بعض السلف وقوله عليك إلى آخره، قول عمر بن عبد العزيز، قوله سبب ذلك أي العدل، قوله المقالات المقالات أي مقالة بعض السلف ومقالة عمر، لأن الكلام الآتي يناسب ذلك دون مقالة الفهم،
فهي غير مرادة هنا لأن كلامه ليس مع أحد. يعني كلام الفخر ده قاله مع نفسه ما قالوش مع أحد لسه حين. قوله هيجان، هيجان البدع أي انتشارها. قوله ويدل على ذلك البدع، البدع موجودة ومنتشرة لكن في فترات بتهيج خلاص كده. يعني البدع موجودة في كل عصر، في فترة بتهيج زي فترة الثورة دي هاجت البدع فيها فاكرين، كان في عملية هيجان بعد كده ايه انطفأت الحمد لله. وكانت القنوات الفضائية دي قناة الناس وقناة مش عارف مين وقناة مين كانت هايجة جدا في الفترة كان فيها هيجان، فالآن ايه خمدت والحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه ان شاء الله لن تفتح الى الابد بإذن الله. كانت بتهيج البدع وتثير الفتن وتتنابز بالألقاب وتسخر من الأزهر الشريف ومن علماء ومن رجال. مرة جت واحد بيقول ايه الأزهر هو بس اللي فيه علم، مين اللي قال أفتى بحل البيرة وي الأزهر، مين اللي أفتى قال بنكاح المتعة من الأزهر، مين اللي أفتى مش عارف من الأزهر، جمع ايه المسار في ناس. يعني الأزهر ده اللي هو كم كلية وكم جاء كم 76 كلية وكم طالب وكم معهد اختصروا في الثلاثة أربعة ما لهمش لازمة، اختصر الأزهر في الثلاثة دي فاعتبر الأزهر هو آراء الناس الشاذة التي لا يعترف بها الأزهر، فجاب الآراء الشاذة قال لك أنا كل هذه جت منين؟ من الأزهر الشريف. شفت كده؟ يعني لما يحب يجيب الفضائل لو جلس ألف سنة مش هيقدر، إنما الشذوذات يجيبها في ثلاث دقايق. في آراء شاذة، والأزهر معصوم يعني؟ مش معصوم، لكن في بركة، في خير، في علم، في نفع. صح ولا غلط؟ وكل خير بيجي لكم يعني قريب ده مثلا، يعني لولا الأزهر لم يكن شيئا مذكورا. ينتفع في الأزهر، يعمل له دكتوراه في الأزهر، وحيتوظف في الأزهر، وحيرزق في الأزهر، وأولاده حيسكنوا، وفي الآخر الناس تطعم في الأزهر، يعني كل الخيرات دي اللي جات للجماعة اللي هم أزهرية وانتموا إلى الفكر المحرج، جات لهم منين؟ من أزهر، للأسف يعني، خيانة. شوفوا الحق. نكمل الحته بتاعت الراديو خلاص مع نفسه. الفخر لما قالها حتية من صفحة كام بتاع سيدنا الفخر الرازي رضي الله عنها كام يا شيخ؟ 60 يا شيخ. مقالة الرازي ولهذا ايضا ما لما تيجي تكون صفحه 90 تكمل
قوله هيجان البدع أي انتشارها. الهيجان يعني الفترة اللي بتهيج فيها البدع، هاجة البدع في الأيام اللي كانت فيها الثورة دي عبارة عن عارف الخبرت بتاع المجال ده طفح، كل واحد بيجي يطلع له القذرات اللي عنده طفحت خالص كده، الناس بيجي يقولوا كده خلاص بتاع فتح زي المجال المسورة اللي ما تتكسر. سبعة وخمسين ايه ده؟ الفينة مقبولة سبعة وخمسين فينة مقبولة الراجل اللهم الله ما في شر اللهم ايمانا كايمان يعني الرازي كان بيدعو في اخر حياته وهو بيموت قال اللهم ايمانا كايمان العجائب ده اللي قاله الرازي كده ما قلت فما كانش بيكلم حد كان بيدعو بينه وبين ربنا لا مش مع حد لا مع نفسه قوله ويدل على ذلك اي على سقوطها زمن الهيجان زمن الهيجان يعني الانتشار قولوا عن الأهواء أي عن أهلها هل نتبعهم في اعتقادهم أم لا؟ لا ما نتبعهمش قوله إذ ذاك أي وقت السؤال قوله لم يخلو التعبير بإيه؟ ببقية وقال إيه؟ قال وكان الزمان إذ ذاك لم يخلو عن بقية السلف بقية يعني السلف راحوا بس في ايه بقية مش كده فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية مش كده ابو جعفر يقراها ايه بقية بقية كده ينهون عن ايه عن الفساد فكان في ناس على عقائد السلف ينهون عن الفساد لكن للأسف شعار السلف الآن أصبح على طائفة ليست على عقائد السلف وشعار أهل السنة أصبح أيضا كل الشعارات دي سحبت وسرقت من الأزهر الشريف وتسمى بها قوم آخرون جاءوا ظلما وإيه وزورا قوله لم يخلو عن بقية السلف الصالح التعريض ببقية يقتدي وجود قليل من يعني بقية يعني قليل قليل كان في بقية من السلف الصالح في زمن السؤال وهو زمن عمر مع أنه ليس كذلك والمناسب إسقاط بقية يعني قلت في زمن عمر تقول بقية يعني كانوا كلهم بسم الله فبلاش كلمة بقية يعني كان المفروض يقول ايه اذ ذاك لم يخلو عن السلف من غير كلمة ايه بكية قوله الجميع اي من الاهل والاولاد والاماء والعبيد قوله ما يخصهم اي ما يحتاجون اليه قوله اكمل معرفة لانها معرفة بدليل اجمالي وخالصة من الشبه نعم قوله امتثالا لقوله تعالى عليه لقوله المعتنين عليه لقوله المعتنين إلى آخره قوله أهليكم محل الشاهد يعني إنسان يخاف على نفسه وعلى إيه وعلى أهله وقوله وليت أكابر وليت أكابر إيه علماء زماننا كانوا في معرفة السنن مثل إماء علماء السلف أو نسائهم أو صبيان حتى كانوا زي الصبيان عبارة صعبة والله شديدة قصده بهذا التعريض بابن إيه؟ بابن ذكري يعني كلمة أكابر علمائنا يقصد اللي زي إيه؟ ابن ذكر ده وتعبيره عنه بأكابر العلماء بسبب اشتهاره في زمانه يعني مش الأكابر اللي هم في الحقيقة أكابر ما يصحش الأكابر اللي محسوبين من الأكابر وهم في الحقيقة ليسوا منهم
يعني خد منصب كبير، خد مش عارف ايه، فبيجي من اكابر في المجتمع، ولكنه لا، ليس الامر كذلك. ليه؟ لانه من علامات الساعة ان يوسد الامر الى غير اهله، فتصنع الوظائف الكبرى او العامة خاصة في العلم الى من ليسوا اهلا لها بسبب السياسة وبسبب الجغرافيا وبسبب التاريخ وباسباب اخرى، فيصبح معدود من الاكابر وهو ليس كذلك. واضح؟ فهذا هو القصد، وليس القصد الاكابر اللي هم في الحقيقة اكابر. الاكابر اكابر. وضحت ولسه؟ نعم. ونصرح بأكثر من ذلك. والمراد بزمانه القرن التاسع. زمانه القرن التاسع. ليه؟ الإمام السنوسي توفي سنة كام؟ 895، يعني أواخر القرن التاسع. قوله في معرفة السنن مراده بها العقائد، لأن الكلام فيها. قوله مثل إماء، أي مثل معرفة إماء من جهة كونها صافية خالية عن الشبه، بخلاف معرفة علماء زماننا. قوله فلما هاجت البدع، يعني في زمن عمر، هذا مرتب على قول في زمن هيجان البدع وما بينهما اعتراض. قوله ضعيف النظر. ما هو موجودة في الحياة مولع في حاجة سعينة ما ضيّة أجيبها خلق الشبيل في شاي بسلم شوية إيه بك عمين شاي خفيف؟ خفيف تقيل بالساعات سكر زينة المطلع. لا لا سكر مزيد معلق؟ كله بسيط يا نص نص معلق كله عشان عشان ولا حجيب ها نص ما بلاش الماء؟ لا بلاش الماء، الماء ده سهل الأمر يحبون عليه. قوله ضعيف النظر، أي الذي لا يقدر إلا على الدليل الإجمالي. يعني الدليل الجملي الذي ليس فيه تفصيل. قوله منها أي البدع. قوله لأنهم إلى آخر فيه أنهم حيث اكتسبوه ممن ذكر، فكيف يكونون ضعفاء النظر وهم من السلف الصالح. قوله من قبلهم ولا من قبلهم؟ من قبلهم، أي العجائز والصبيان. قوله أهل البدع تعليم. قوله لا يقصدونهم بالمخالطة، أي وإنما يقصدون العلماء بالمناظرة. قوله فأمنوا، أي العجائز والصبيان. قوله من التلوث، أي التقليد على عقائدهم. قوله بأقدار، أي البدع الشبيهة بالأقدار. قوله من البراهين، أي الأدلة الإجمالية، وإلا فالبرهان بالمعنى الحقيقي لم يكن موجودا في زمن السلف. قوله على حسب ما أخذوه حال من عقائدهم، أي حال كونها آتية على حسب العقائد التي أخذوها، أي على قدرها، ومثلها في كونها صافية لا يخالطها شبه. قوله وفهموه إلى آخره عطف على أخذوه. أخذوه إيه؟ وفهموه لسهولة. فالعجائز والصبيان جمعوا بين أخذ العقائد من السلف وفهمها من الكتاب والسنة. قوله لسهولة ذلك عليهم، إلا لقوله على حسب ما أخذوه وعلى حسب ما فهموه. وقوله ذلك أي ما ذكر من الأخذ على السلف والفهم من الكتاب والسنة. قوله إذ إلى آخره علة لسهولة وعرب، مش كده؟ بضم فسكون وبفتحتين، إذ هم عرب أو عرب، تنفع الاثنين. قوله لم تستولي على ألسنتهم العجمة، أي عدم الفصاحة، فلسانهم فصيح والفصاحة تعين على الأخذ والفهم. قوله ران الجمود، أي ران الصدع، والجمود عدم جولان الذهن في المعارف، والإضافة من إضافة المشبه به، يعني إلى المشبه. ظلمة الغباوة من إضافة المشبه به، والغباوة هي عدم الفضانة. قوله فعقائدهم، أي فحينئذ تكون عقائدهم. قوله شيء
المراد به العقائد، قوله فلهذا أي فلكون عقائدهم أحسن العقائد وأسلمها، قوله ضعيف النظر أي عبارة مش واضحة أسأل فيها. هو من له قدرة على الدليل الإجمالي فقط، هذا هو المراد بضعيف النظر. لماذا كان ضعيف النظر هو من له قدرة على الدليل الإجمالي؟ أما قوي النظر هو الذي يستطيع إيه؟ التفصيل. فكأنه النظر على مستويين، في ضعيف النظر وفي إيه؟ قوي النظر. لكن اللي هو ما عندوش قدرة على الدليل الإجمالي بدا مقلد، ليس من أهل إيه؟ النظر. يلا شو قوله لدينهم أي محروض هو دينهم، قوله المأمون أي من التغير، قوله لعدم إلى آخره، إلا لقوله المأمون أئمة أي علماء كسيدنا علي ومن ماثله من الصحابة، قوله في الأنظار حركات النفس في المعقولات لأجل ترتيب الأدلة، قوله أمامه معمول لوقوف، وقوله حرز دينهم أي العجائز والصبيان أي أمام محروز هو دينهم، يعني محروز يعني محفوظ من الحرز والحفظ الذي تلقوه عن الصحابة والتابعين، قوله في ذلك أي بسبب ذلك أي دفع كل مبتدع وضال، قوله من إيه؟ من مشاق بيان لما مقدم عليه، قوله والإذاء هذا كان بعد موت مالك والشافعي رضي الله تعالى، يعني أو يقول يعني الإذاء دي تعرض لها مين؟ إمام أحمد بعد موت الإمام مالك، ومين؟ الشافعي رضي الله تعالى. قوله في الأنفس يعني أوذوا في أنفسهم وفي إيه؟ كيف أوذوا في أنفسهم؟ منهم من قطعت رأسه ومنهم من قيد عليه بالكبريت حتى مات، قوله والمال فمنهم من نهبت أمواله لعدم قوله بخلق القرآن، قوله أجورهم مش كده؟ أي ثوابهم، قوله إنما ينتحله أي يختار ويذهب إليه من العقائد الفاسدة، وعبر عنه بالانتحال أي السرقة لأن أمورهم سرقة لا أصل لها، قوله والصواب عطف تفسير أي فكان من الحزم أي الصواب ما أمر به إلى آخره، فيه أنه كما أن للسلف عجائب وصبيان كذلك لأهل البدع، ففي الأمر باتباع دين العجائز والصبيان إحالة على إيه؟ على مجهول، يعني عاوزين الإحالة تكون واضحة، يعني ما أقولكش مثلا زي إيه في بعض الناس يجي في الحديث بتاع الفرقة الناجية عارفينه؟ اللي هي كلها في النار إلا إيه؟ طب الإحالة هنا على مجهول، قيل من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وكل فرقة تدعي أنها على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه، فالإحالة أصبحت على إيه؟ على مجهول، لأنه كلهم يدعي ذلك، فلا يحسن أن تكون الإحالة على إيه؟ على مجهول، ولذلك فيه كثير من العلماء يعني لم يصحح الزيادة التي في الحديث، يعني قال الحديث ذكر الافتراق لكن ليس فيه كلها في النار أو ليس فيه ما أنا عليه وإيه وأصحابي، إنما الحديث صحيح من غير الزيادة. في إشكالات كبيرة حول حديث افتراق للأمة، ليه مثلا يعني عندك الحديث ده بصرف النظر عن في اشكال في السند بتاعه، في السند لا يوجد الحديث لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، مع انه الامام البخاري مسلم كان حريصين اشد الحرص انه يذكر ولا حديث واحد في ابواب الفتنه، ف
فلو كان هذا الحديث صحيحا لذكره، يبقى هو لم يصح شاكر، لم يصح على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، هو مذكور في السنن ترمذي وابن ماجه وابو داود، والسيوطي في الجامع الصغير رمز له بالصحة بس من غير الزيادة، وصاحب كتاب العواصم والقواصم ابن الوزير قال ايه احذر من زيادة كلها في النار فإنها زيادة فاسدة من دسيس الملاحدة، وابن حزم قال إنها زيادة موضوعة، لأن المعركة كلها تدور حول الزيادة، فكل يقول لك الفرق بها هالكة وفي النار، مع إنها كلها من أهل القبلة. أبو الحسن الأشعري كتب كتاب مقالات الإسلاميين الفرق بين الفرق بتاع البغدادي، كتاب يعني كل الفرق دي من أهل القبلة ومن أهل الملة، فكيف تكون في النار؟ وبعدين الحديث مخالف للقرآن، القرآن إن هذه أمتكم 73 أمة ولا أمة واحدة، يبقى المراد بال 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 بالإسلام كله وأهل القبلة ملة واحدة، ملة واحدة، وإن اختلفت المذاهب وكذا لكنهم متفقون في الأصول، ما فيش خلاف بيننا في الأصول. وانت لو تأملت في الحديث هتفهم هذا المعنى. اليهود كم فرقة؟ اليهود يا بني حرام تفتري على بني إسرائيل، اليهود كم؟ طب النصارى واحنا ايه السر في ترتيب العدد؟ يعني كنا يعني مثلا هم يعني احنا يعني هم 71 واحنا كم؟ والنصارى كم؟ يعني معنى كده وهم فرقهم كلها 71 لهم، واحنا والنصارى 72، ف 70 و 70 140 واحد يبقى 143، وتحط 73 يبقى 146 وكم تاني؟ و70 200، يبقى الفرق مش كده. يبقى المراد انه الترتيب ده يعني لحد ما جاءت المسيحية او انتشرت وصل عدد الفرق كلها في البشرية كلها 71 اليهود، ولما جاءت المسيحية كلها بطوائفها بقوا ايه 72، والأمة الإسلامية كلها فرقة واحدة وهي الفرقة الناجية، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى الفرقة الناجية هي الأمة كلها. هذين احنا ما طلعناش السلفية من القصة، دخلناهم فهم بأي وجه يخرجوننا؟ هو الملة بتاعت أبوهم بتاعت أبو إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، يعني هذا الترتيب افهم كده. يعني النصرانية كلها ملة، وزي في رواية تانية كلها في النار إلا ملة واحدة، يعني الملل كلها اللي في الأرض 73 ملة، ملة واحدة للناجية اللي هي الإسلام وما يبتغى غير الإسلام، وباقي الملل كلها هالك. فالمراد بالفرق هنا الملل يعني الأديان، كل أهل القبلة ناجون، وإن دخلوا أو عذبوا على المعاصي أو على البدع لكن لا يخلدون في النار، فلا يخلد إلا إيه من خرج من الملة، المشرك الكافر لما طالب من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى إيه من الفرقة الناجية. يعني الفرقة الناجية هي إيه؟ هو ده اللي يتفق مع الأحاديث اللي في الإيه اللي في اللي هو من قال لا إله إلا أو يا ملائكتي أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة. هل معقول في مثلا أشعري ما فيش في قلبه مثقال ذرة؟ حرام عليك، ده في مساقيل في 3 كيلو أو كذا. طب المراد بإضافة الطول، وهل يعقل ما فيش وهابي ما فيش في قلبه فيه أو سلفي أو جهمي أو معطل أو مشبه أو شيعي أو من الخائن؟ لازم يكون في إيه مثقال ذرة من الإيمان. ده في ناس كان بيبقى شيخ عصابة قاتل يعني محترف القتل وفي قلبه رحمه، يعني كده ينشن على الواحد. وحصل زمان كان في الصعيد كان واحد قتل زوجها واخوه معهاش حد ياخد بايه بالثأر، فلجأت الى القتل بالكراء بالفلوس، يعني تروح المعاش طفل رضيع هتستنى لما يكبر وتعلم السلاح وياخد بتار ابوه، فراحت لمين؟ الشيخ العصابي.
فقال له هذه 5000. فقلت انا فقير وما معاياش حد يصرف علي، ده كل اللي عنديهم حيلتهم جاموسه بيحلبوها ويبيعوا اللبن ويشربوا، ما عندهمش حاجه خالص، يا دوب يعني ايه عايشين. قال له لا 5000 يعني 5000. فراحت باعت الجاموسه وباعت البيت وعنهم وجابت الفلوس. فلما سالها وتحقق ان ست فقيره جدا وما عندهاش شيء، اخذته الايه الرحمه، فقال لها خلاص خلي فلوسك معاكي واحنا حنقتله لك لوجه الله، يعني حنعمل العمل ده لله لاتباع الرغبات، يعني ما فيش حد ما عندوش في قلبه ذره من ايه، في خير موجود في اي في قلب اي مؤمن، ده في كفار رغم انه كافر يقول لك عنده ايه انسانيه وعنده دم، فلا تسيء الظن باحد. صحيح احنا عاوزين لما ندخل الجنه يقول السلفيه ده في حته ثانيه، مش عاوزينهم معانا، بس مش عاوزينهم يدخلوا النار، بس معانا بس بعيد عنين عشان ما يعكروش علينا في الدنيا وفي الاخره مش ناقصين. فيبقى ده المفهوم الصحيح للحديث. وبعدين لو كنا احنا يعني فرق اليهود 71 النصارى يعني زادوا واحنا سيدنا، هذا لا يتفق مع قوله تعالى كنتم خير امه، ده احنا نبقوا العن امه وشر امه، اصل احنا زدنا عليهم، يعني احنا يعني فرقنا زادت عليهم. فليس المراد 71 هنا و72 عند النصارى و73 عندنا، لا ده العدد متصل، دي تكمله، يعني احنا كلنا زدنا ايه فرقه دي اسلام، هذا هو المراد التفرق هنا في الدين، ان الذين فرقوا دينهم يعني معناها ايه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلو كان التفرق في اصول الدين لتبرأ منهم لست منهم، انما هل النبي تبرأ من امته؟ هل تبرأ من احد من الامه؟ يبقى كلنا ايه اهل قبله واهل ايه توحيد. ده المفهوم اللي يناسب القرآن ويناسب السنة ويناسب بقية الايه الأحاديث، ده الايه اللي ماشي. إنما لو حصرناه يعني كيف مثلا يجي واحد يسألني طب ايه مستندك في كده؟ مستندي في كده انه الأمم كلها أو الملل كلها من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فاليهود والنصارى والبوذيين والامريكان كله داخل في الامه، لانه هو رسالته الى الناس جميعا، فكل هؤلاء من امته، بس اللي امنوا يسموا امه الايه الاجابه، واللي ما امنوش امه الايه فلم يخرجوا من امتي. فلما يقول تفترق امتي يبقى دخل فيها اليهود الايه، لانهم من امته، لانهم مخاطبون برسالته ومكلفون بالايمان به. ده انت لو قلت انهم دول مش من الامه بجدت لهم الفرصه، يقول لك لما احنا مش من الامه يبقى احنا ايه دخلنا بالرساله؟ احنا لا يجب علينا الايمان به، هيقول لك كده. لا انت من الامه. يبقى اذا الفهم الصحيح هو حمل هذا الحديث على ان المراد بالتفرق في امه الدعوه وليس في ايه؟ في امه الاجابه، حتى يستقيم الفهم. وفي مشكلة تاني كمان في الحديث نفسه، مثلا تعالى لو خلناها كل عدد منفصل عن الآخر، وانا تأملت قلت لو كان العدد منفصل حيبقى ايه؟ مثلا يقول اليهود 70 واحنا 80 والنصارى 80 واحنا مثلا 120، يبقى في ايه فروق، ما يبقاش العدد ورا بعضه ورا بعض، دليل على انه في ايه في تداخل في العدد ما دام تلاقيه بالترتيب. وضحت؟ وده هيحل لنا اشكالات محدش فينا يكفر حد، انه كلنا زي بعضنا. يبقى كل امه الاجابه امه ايه؟ امه واحده. بدليل لما احنا لو حبينا نحمل الحديث على امه الاجابه مش على امه الدعوه، نخلي التفرق في اهل القبله، ايه اللي هيحصل؟ هتحصل مشاكل. كبار الفرق اللي عندنا 6، الجهمية الشيعة الخوارج المعتزلة كذا، مش هنقدر نكمل العدد، فهنضطر ايه
نبهدل في الفرق، نمزق الفرقة، نخلي كل واحدة 12 12 في 6 200 عشان نوصل العدد ده. ابو 73 مين؟ لا مش عارف مين هيبقى ال 73 هم يعني. اصل هو لو انت قسمت بالتقسيم ده وعايز تطلع نفسه من الفرق دي كلها هيخلي نفسه هو الناجي، الناجي مش داخله في العدد. يبقى كل ده رايح في ده الا ال 73 اللي رقم 73. هو مشكله ما فهمهاش. تعال اساله. طب بلاش من مش هتقدر توصل كبار الفرق ورؤوسه. الشيخ السنوسي قال عليهم قبل اشوف يقول كام. هات الصفحة اللي قبلها صفحة كام لذكر بيقول القدرية والمرجئة والجبرية والأربعة. يعني في بعض الناس كملهم 6 حط معهم مين؟ الخوارج. تمام كده. والمعتزلة. والمعتزلة هم القدرية. يعني هنقعد ايه ندي الفرقة الواحدة 3 أسماء أو 4 عشان نكمل عمل. وحاول الشهر الثاني يوصل لرقم 73 دقيهم حيزيدوا. فراح ايه ادمج وادخل في بعض. يعني طب عمليه اجتهاديه مش محددين. انت بتقول لي 73 طب حددهم لي سمي منهم 15 كده. بعد 6 7 تروح واقف تتبلم كده ما تعرفش تكمل. طب بلاش من المسلمين هات لي 10 فرق من اليهود. مش هتقدر. هم 2071 من ساعه ما نشح اليهود للان ما مش مكملين. يعني حتى النصارى يقول لك في ارثوذكس في كاثوليك في ايه ثاني بروتستانت في ايه ثاني انجيليه مش عارف ايه مش هيكملوا 6 7. فين العدد الباقي؟ يقول لك اصل لسه ما ظهرش. هيظهر فين ثاني؟ لنا 1000 سنة الحديث اكتر ولسه الفرق ما طلعتش. امال هتطلع انت على غفله كده؟ يبقى في اشكال في 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 الطوائف وفي التاريخ وكذا. فالاسلم سيدنا الامام البخاري ما راح ما جابش الحديث خالص ولا جاب سيرته. انما عمدة الناس دول يمسكوا بالحديث دول ليه؟ غرضهم واضح وصريح عشان يسموا نفسه هو الفرقة الناجية. وذلك في مساجد يقول لك ده الحديث ده ليه تأثير سلبي على المجتمع. الناس يعملوا مسجد ويظنوا انهم هم بتوع الدعوه وبتوع التبليغ الصحيح ويسمينه عليه مسجد الحق. إيه إيه يعني فذلك هو المسجد الحق وما عداه فهو الضلال. يسمي مسجد التوحيد اسماء ما كانتش معروفه. يعني معناها المساجد الباقي سيدنا الحسين شرك. او يسمي نفسه انفسهم الناجون. في ناس سموا نفسهم كده جابوا من فوق الناجون من النار. او يسموا نفسهم يدوا القاب ماشيه مع الايه مع الحديث او الفرقه الناجيه او الطائفه مش عارف ايه وهكذا. يبقى اذا لازم ارجع ليك لكلام المحدثين تجد انه ايه يعني ما فيش داعي تتمسك بالحديث لانه مش مقطوع بصحته. بل في حاجه ثانيه تقلب المعايير كلها. في روايه كلها في الجنة. وهذه الروايه الصحيحه دي. كلها في الجنه الا واحده. في روايه ايه انه الفرقه الناجيه 3 نجا. في روايه نجا منها 3 وفي روايه واحده. يعني في اضطراب في اكثر من 18 روايه. يعني الحديث اللي هو ماشي مع الصحه وماشي مع القران وماشي مع السنه اللي هو كلها في الجنه الا ايه واحده اللي هي الزنادقه. حتى كلمه الزنادقه دي برضه مشكوك في الحديث انه ضعيف. كلمه الزندقه التعبير ده ما ظهرش ايه في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كلمه الزنادقه ولفظ مش عربي ده لفظ فارسي. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ يعني في مشاكل كبيره قوي. واحنا اول ما نسمع الحديث نكذب ايات القران ونروح ماسكين فيه تنسى ايه وكذلك جعلناكم امه. يبقى ايه الحديث ده لو شاع مفهومه في الناس الشباب والناس هيفهموا ايه؟ بيفهموا كفر الامه وضلاله وكلها بيجي طوائف وفرق والشيع وكلها رايحه في النار ما عدا جماعه ايه معينين فقط. ده المفهوم اللي هيبقى موجود في المجتمع. وهنسيب الايه؟ القران وهنسيب السنه. وهيحصل عند الواحد بلبله في التفكير. طب يا رب نعمل ايه؟ خير امه اخرجت للناس ان هذه امتكم امه واحده. وانا اجي في الواقع القاها لا مش واحده. فين الواحده؟ واحده فعلا الامه الاسلاميه كلها واحده.
لأنه كلها إيه بتقول لا إله إلا الله محمد، كلها في التوحيد، كلها تثبت الرسالة، كلها تتوجه هذا الوحدانية. الله واحد، الرسول واحد، الكتاب واحد، القبلة واحدة. بنصلي حتى في إيران 5 صلوات، في السودان بنصلي 11، بنصوم شهر إيه رمضان واحد، بنحتكم إلى شريعة واحدة. دي وحدانية، وحدة الأمة اللي هم عاوزين يخلوها إيه أمم وشيعة وكذا. فالمفهوم ده خطأ 100%. شيل من دماغك الوضع ده، ما تقراش كلام ابن عثيمين ولا مش عارفين، مش هيخليك ايه، هيخليك تحقد على الناس وتكفر وتعتقد انك انت وحدك الا على الحق والامه كلها على باطل. هيرسخ فيك هذه الايه المفاهيم. طب أو واحد يسأل سؤال كويس، يقول في القدانية والبهائية ومش عارفين، لما هذا بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ وإذا تحسب على المسلمين لا، في ضابط لو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، لو أنكر معلوم من الدين بالضرورة مش هتنفع الشهادتين. ادعى النبوة وقال إن النبوة ما اتختمتش، قد أنكر إيه؟ مش هينفع مع الشهادتين. يعني مثلا تعالى لو واحد مسيحي مثلا وراح جاء الأزهر الشريف وفي لجنة الفتوى راح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وراح قال معهم وأشهد أن عيسى ابن الله، يبقى أسلم؟ ما هو نطق بالشهادتين، فلازم نقضهم، لازم يتبرع من العقائد الأخرى. ها؟ لا إذا كان نصراني، إنما إذا كان يهودي قالوا مش مؤمن بعيسى أصلا، ما يجيبوش كيرش. يعني ما يجيش مثلا واحد يهودي حضر الإسلام تقول له أشهد وأمان ومالك كده، ده عاوز مين؟ النصران. بس يلا يا شباب، ولو كان المراد بالكسرة ما يجيش الرقم، يعني مثلا المراد زي بالكسرة زي أنت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، ما ينفعش يقول 71، ما قدام الكسرة تجيش فيها ايه يعني 72. الكسر يقول لك والله انا جيتك 100 مرة يا اخي، انا جيت لك 1000 مرة، انا سألت عليك 1,000,000 مرة، او ده ايه العدد لا مفهوم لما مراد به الكسرة. انما لما اقول لك جيت لك 3 مرات ما تعادل، جيت لك 9 حد كسر فيه، ما دام تذكر عدد من الفاظ العقود الكسرة ما تجيش فيها 1 و72. هذا التكسير لكل نعم. يا مولانا اعداد محدده، كيف يريد التكسير؟ لا لا، هو كده الحديث فيه كلام، فيه كلام. اقول لك عارف كل الروايه بتاعته مدارها على مين؟ واحد اسمه محمد بن علقمه بن وقاص الليثي، يقول لك هذا الرجل صدوق ما يكذبش، بس له اوهام، عنده تخيلات، ده اشر من الكذب، حيقعد يتوهم لنا حاجات ما حصلتش. يقول حاجات صدوق له اوهام. الصدق وحده في روايه الحديث لا يكفي، فكيف اذا كان بيتوهم؟ يلا يا اخي خلص. شو النقص؟ قوله السلف كعمر بن عبد العزيز. قوله الى الحب اي المحروس من التغير. قال العلماء جمع بطل لغة الشجاع، ومراد به هنا كثير العلم. قوله لمناضلة، المناضلة الرمي بالسهام استعيرت لإقامة الدليل على أعداء الدين وهم مبتدعة. قوله الضعيف أي ضعيف النظر، إنك الذي سأل عمر بن عبد العزيز عن إيه؟ عن أهل الأهواء. بيقول لك هنا إيه؟ الضعيف إذا لم يدخل الحرز وقف موقف الأبطال كيف عليه أن يهلكه العدو لضعف. ولهذا أيضا مال، حنقف عند كلمة مال، الفقر الرازي في مواطن الموت لحرز الضعفاء، ودعا به لأنه موطن يتشتت فيه الفكر لعظيم هوله، فيخشى إن إيه إن أقبلت فيه واردات الشبه أن يضعف العقل عن دفعها. ربنا يلطف الموقف ده، موقف صعب يعني، ربنا يسلم. يعني ممكن في هذه الحالة يجي لك بعض الشبهات زي فتنة القبر والعياذ بالله. في فتنة عند الايه
خروج الروح، فيجي في القبر عطش شديد وكذا، والثاني معاه كاس ومعاه ميه معدنيه، فالملائكه يسالانه من ربك، يروح يعمل له كذا. انا ممكن ضعيف ايه يتاثر، فعشان كذا ايه يثبت الله الذين امنوا بالايه بالقول الثابت. فيخشى ان اقبلت فيه واردات الشبه ان يضعف العقل عن دفعها، واقل ما فيها ايه تكدر العقل بظلمتها، والزمان والفكر ضاق في ذلك الموطن الهائل عن حمل ذلك، فدعا بصفاء المعرفة والحفظ مما يكدرها، كما هو شأن عجائز تلك الأزمنة وضعفتهم، لأنهم عرفوا العقائد بما لا بد لهم منه من أدلتها، ولم يبحثوا عن الزائد، ولا انتصبوا لمناظرة أهل البدع، فصفت عقائدهم حتى ماتوا على ذلك. والله هذا مراده، والله تعالى أعلم. بس نكمل كلمتين الحاشية فين يا شيخ طلحة؟ هو بس سطرين بس ما تخافوش. قوله واقف مواقف ليه الأبطال، فيه أن ضعيف النظر الذي لا يقدر على إقامة الأدلة كيف يتأتى وقوفه موقف الأبطال بحيث يرد على أهل البدع ويقاتلهم، فالمناسب حذفه. قوله ولهذا يعني بشر بيكتب الشيخ تحت مسك له على الوحدة، المناسب يشيل دي يحط دي. طب يا أخي يعني ماشي. قوله ولهذا أي لما تقدم أو أي لما تقدم من أن عقائد العجائز أحسن العقائد. قوله أيضا أي كما أمر بعض السلف ضعيف النظر به بدين العجائز والصبيان، أي لكون عقائدهم أحسن عقائد. قول في مواطن الموت أي موضع، الكلام استعارة بالكناية، لأن الموت عرض لا موضع له، فشبه بإنسان يحل في موضع، وإثبات الموطن تخيل. كلام ده في الاستعارة والكناية والبلاغ. قوله لحرز الضعفاء متعلق به بمال، أي لدين الضعفاء مال، أي العجائز. في الأولى أن يقول لحرز العجائز، لأن الفخر إنما طلب إيمان العجائز. كل ما يقول حاجة يقول لك الأولى يقول ودعا به، أي حيث قال اللهم إيمان العجائز. قوله لأنه موطن إلى آخره علة للمعلل مع علته، يعني هو المعلل يعني معلول وعلة دا علة لي. أي وإنما مال لما ذكر المعلل بما تقدم، لأنه إلى آخره. قوله لعظيم هوله أي بسبب خروج الروح وإتيان الفتنات، الفتن يعني. وهذا من إضافة الصفة للموت. قوله فيخشى أي يظن، قوله أقبلت أتت، قوله فيه أي ما ذكر من مواطن الموت، قوله واردات الشبه أي الشبه الواردة على القلب، قوله يضعف أي فيلجأ إلى اعتقاد مدلول تلك الشبه فيؤديه إلى الكفر أو المعصية، قوله أقل إلى آخره، أي إنه وإن لم يضعف العقل عن دفعها لكن أقل ما فيها تكدر العقل، أقل حالاتها واردات الشبه. قوله بظلمتها الباء للسببية، قوله والزمان جواب عما يقال تكدر العقل، تكدر العقل يدفعه الفكر كده واتساع الزمان. قوله ضاق عن حمل ذلك الفكر، ضاق عن حمل التكدر لعدم جولاته حينئذ، والزمان ضاق عن حمل لأنه لا يسع حتى يزيله، لأنه زمن الموت، والأولى إبدال حمل بدفع، لأن يقول ضاق عن دفع ذلك أي التكدر، لأن الكلام في الدفع. قوله فدعا بصفاء المعرفة والحفظ أي لزوما، إلا فهو قد دعا بصفاء الإيمان. قوله تلك الأزمنة أي أزمنة السلف لا أزمنة الفقر، وضعفتهم المراد بهم الصبيان، والأولى وضعفتها أي الأزمنة. قوله من أدلتها أي الإجمالية، قوله عن الزائد هو الأدلة التفصيلية، ورد الشبه قوله لمناظرة أهل البدع أي بإقامة الأدلة التفصيلية ورد الشبه، قوله فصفت أي عن الشبه، قوله على ذلك أي استفاء المفهوم من صفة عقائدهم، قوله هذا أي ما ذكر من طلب الإيمان الصافي،
هو معرفة العقائد بالأدلة الإجمالية لا التقليد كما فهم ابن ذكر. لسه ما سيبش ابن ذكر تقول بينهم وبين بعض تعرف قوله مراد أي الفقه، وتعبيره بمراد يفيد أن ظاهر كلام الفقه طلب التقليد للإيمان الصافي، وحينئذ فلا صح قول الشارع السابق إن كلام الفقر حجة على ابن ذكر لا حجة له، لأن الكلام المؤول لا يكون حجة على الخصم. نعم يسقط الاستدلال به بسبب التأويل قوله والله أعلم أي بما ذكر من التأويل هل هو صواب أم لا. خلاص كده صفحة 6 حنقف على صفحة 61 والله تعالى أعلم. أنا استمر معاكم بس على حسب ظروف ال طبعا قبل السبت ان شاء الله، احنا السبت على الاحد على ميعادنا، كن حضرت هناك نيجي هنا مثلا ونروح بعد كده لمن شاء بس عشان نجمع ايه العدد ونروح كده في موكب خلاص. اللهم صل حق صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ولا تقول آل فاطمة
لا يضاف إلا إلى إيه؟ ذكر عاقل. بينما امتنع آل مكة عشان العقل، وامتنع فاطمة عشان الأنثى. شوف كده، ولازم يكون ذكر عاقل له شرف. لماذا قال الله تعالى وحاق بآل فرعون؟ لأنه له شرف عند قومه. صح، هو عندنا بس اشتراط التعريف، لكن عند قومه ده حاجة كبيرة. هذا الفرق بين آل أهل تيجي مع المذكر والمؤنث، إنما آل تيجي مع مين؟ المذكر العاقل الذي له إيه؟ الشرف. ولذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. يقول لك الآل الإعدام، إيه المقصود بالآل؟ مين آل؟ مين هو آل النبي؟ مين تمام؟ كل واحد يجاوبنا على مذهب. عند الحنفية مين وعند الشافعية مين؟ الله أكبر. كلكم سلفية، أصبح حد عارف ما شاء الله.